FM. الكلمة ليك. هو انفيت عندنا مشكلة احنا بالرسمي المخرجين جايين من السينما عندهم مشكلة مش مشكلة في الريتم بياخذ وقت في الانستلاسيون. احنا عندنا مشكلة في الريتم بالحق بارابور المخرجين تاع التلفزة. تشوف مثلا مديح بالعيد ولا مجدي سميري يسون تخي رابيد تك 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 يدخل لك ديريكت في صلب الموضوع ديريكت في الاحداث يفهموها فهمتني حتى سامي الفهري زاد ديريكت اوب تدخل في وسط الحكاية ديريكت. هذوما مخرجين السينما ديما عندهم وقت نتاع انستلاسيون نتاع تركيح يوريك لي بيرسوناج وكذا فوالا يتمين على لي بيرسوناج الكل تفهموا في بلايصهم يعطيك وقت باش سور هاكا فهمت هذاك شكون هذاك كذا برون با ان ريسك مخرج معناتها يدورها حاجه باهيه حاجه خايبه ليست ان ستيل مش باهي مش باهي ولا خايب معناتها عباره قلت ليست ان ستيل يقرب للسينما اكثر بوتيتر سيت ان ستيل معناتها سيت ان ستيل يقرب للسينما وي مي حتى ستيل هذا موجود هذا في التلفزه مي في سيريات سورتو سيريات امريكان سا مارش بلوس افيك ريتم مزروب وفيسا فيسا ما نفهموها الحكايه فيسا فيسا ندخلوا في صلب الموضوع وكل شيء. الكلمه ليك.